بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء إنما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث، أحداث جديدة وعديدة نلقي الضوء عليها في حلقتنا لهذه الليلة، أهمها مليونية 30 ديسمبر في ظل الإجراءات الأمنية المشددة، وكذلك محورنا الثاني حول إعادة سلطة الاعتقال والحصانة لجهاز المخابرات، أيضا لقاء بين حزب الأمة القومي، وفد من حزب الأمة القومي والفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث خارطة الطريق المقدمة من حزب الأمة القومي. مشاهدينا الأعزاء، للحديث حول محاور حلقتنا لهذه الليلة يسعدني ويشرفني يكون معي في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور عثمان حمد النيل. مرحبا بك دكتور عثمان. اهلا بك استاذ عاصم، واهلا بالسادة المشاهدين، واهلا بضيفك الكريم. ايضا مشاهدي الاعزاء، معي على الاستوديو المحلل السياسي المهندس عبد الرحيم حامد. مرحبا بك مهندس عبد الرحيم. مرحبا عاصم دكتور عثمان والسادة المشاهدين. اذا مشاهدي الاعزاء، ملحمه جديده من ملاحم الحراك الجماهيري السوداني من اجل التحول المدني الكامل، مليونيه 30 من ديسمبر، هذا اليوم الذي كان هناك اجراءات امنيه عديده، وحصل هناك عدد كبير جدا من القمح، ارتقى خلاله 4 شهداء، نسال الله لهم الرحمه والشفاء للمصابين حسب اخر إحصائية قبل هذه الحلقة، 4 شهداء نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. وكذلك المشهد السوداني يزداد تعقيدا يمكن بعد هذه المليونية، وهذا القمع المفرط الذي استخدم في هذه المليونية سبقها أيضا إجراءات عديدة جدا من إعطاء سلطات للسلطات وحصانة لجهاز المخابرات، أيضا من الصباح الباكر اليوم تم قطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، وكذلك قفل للكباري وإجراءات عديدة جدا أمنية مشددة في ظل تصاعد الحراك الشعبي ووصوله إلى مدى بعيد جدا في 30 من ديسمبر بعد الجدول التي كانت قد أعلنت عنها لشهر ديسمبر، هو شهر ديسمبر يختتم وما زال الحراك الجماهيري في تزايد من أجل استعادة الدولة المدنية الكاملة. بداية دكتور عثمان حمد النيل، أبدأ معك تقييمك أول حاجة للمليونيات من بداية ديسمبر حتى الآن، من 25 أكتوبر وصولا إلى هذه المرحلة، هذا التصاعد الكبير جدا في الحراك الجماهيري في ظل القمع المفرط المستخدم تجاهها. أولا يعني أترحم على شهداء الثورة عموما وشهداء الثورة بعد 25 أكتوبر وشهداء هذا اليوم، ويعني ندعو لهم بالمغفرة. طبعا الحراك ما بعد 25 أكتوبر يعني كان حراك يعني واضح وبعدين سبونتينيوس يعني عفوي جدا جدا بدون قيادة، أن الشعب رفض الانقلاب منذ اللحظة الأولى، ومنذ أكتوبر 25 وما زالت المليونيات تتواتر وبنفس الطريقة وبنفس الزخم يعني وبنفس القوة يعني، وتوجت بمليونية اليوم 30 يونيو وما زال 30 ديسمبر، فمليونات طبعا كثيرة، فعشان كذا ف 30 ديسمبر فتوجت اليوم بمليونية قوية جدا جدا يعني جوبهت بقمع وقوة مفرطة بشكل كبير يعني، ونتج عنها 4 شهداء يعني بعد هذا الفترة الطويلة مما بعد الانقلاب وبعد الحوار وبعد المبادرات الكثيرة، وبرغم من ذلك يعني أصر أو مصر يعني قادة الانقلاب على استعمال القوة وفرض الأمر الواقع، فهذا طبعا من نعم أستاذ مهندس عبد الرحيم، يعني يمكن الضغط الشعبي متواصل، يعني يمكن يعني إذا نتحدث عن الحلول حاليا، لكن يعني المشاهد يعتبر أنه يوم عن يوم الحراك الشعبي متزايد، 30 ديسمبر اليوم كانت مثال لذلك في ظل انسداد الأفق والحراك الشعبي متزايد، هل هناك إمكانية في ظل هذا الرفض الشعبي يعني حتى يمكن ثمت هناك محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة؟ وأكيد شروط الحل واضحة جدا، يعني الشعب السوداني طالع من أكثر من الآن عدى الشهرين، ومطالبه محدودة ومعروفة للجميع، حرية سلام وعدالة والعودة إلى
الاتجاه نحو الحكم المدني والتحول الديمقراطي. المطالب بالنسبة للشعب السوداني واضحة جدا، وبالنسبة للجماهير السائرة الموجودة في الشارع واضحة جدا. يبقى هي محتاجة استجابة من الطرف الآخر. نعم، هي تتمثل في ماذا لو عملنا لها اختصارات لهذه اللافتات العديدة؟ نعلم أن هناك لات ثلاثة موجودة متمسك بها الشارع، لكن هل هناك بشكل آخر بعض المطالب؟ هي المطالب الرئيسية تتمحور في شعارات الثورة الرئيسية اللي هي الحرية والسلام والعدالة. نعم. وأيضا كذلك المضي قدما في اتجاه التحول الديمقراطي الكامل. نعم. وإبعاد العسكريين من الحكم المباشر. نعم. هذه هي المطالب الرئيسية. يبقى أي تطور مطلوب هو من الطرف الآخر. الشعب حدد مطالبه ووضحها بصورة جيدة جدا جدا. على الطرف الآخر أن يستجيب لهذه الدعوات ولهذه المطالبات الشعبية بشكل أو آخر، ولكن إلى الآن لا توجد أي بوادر للاستجابة. والدليل على ذلك أنه كل يوم كل ما تطلع مليونية بيحصل تصعيد أكبر، بيحصل تصعيد أمني. وحصل الآن تمت إعادة من قبل مجلس السيادة لسلطات الأمن والاعتقال والقبض وإلى آخره، وهذه يعني آخر ملامح الردة نحو العهد السابق. نعم أستاذ مهندس عبد الرحيم، هذه النقطة تحديدا، يعني يمكن قبل المليونية اليوم كان هناك حملة اعتقالات واسعة لناشطين، لأعضاء لجان المقاومة، هذه الاعتقالات هل بالإمكان، هذه الإجراءات التي تتخذ قطع الإنترنت وقطع التواصل حتى على السوشيال ميديا، هل تؤثر على هذا الحراك الجماهيري ويمكن أن تساهم في تقليصه؟ هو إحنا عندنا ميزات. نعم. ميزات تميز العهد السابق، وميزات تميز ما نصب إليه من عهد جديد اللي هو العهد الديمقراطي ده اللي فيه الحرية والسلام والعدالة. نعم. من أهم مميزات العهد السابق هو سلطة القبض والاعتقال وكذا، تميز بذلك. تميز بذلك. نعم. والدليل على ذلك أنه في اتفاقية 2005. نعم. مع الحركة الشعبية كان النزاع الرئيسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قانون الأمن، لو الناس بتتذكر الكلام. نعم. ده وكانت فيه معارك كبيرة جدا، في أنه كان بيطالبوا الناس بأنه يتقلص سلطات الأمن في الاعتقال، وأنه يكون لجمع المعلومات فقط، ولكن لأنه ميزة أساسية وسمة أساسية للعهد البائد تمسك بهذا الأمر جدا، وإن أدى الأمر لانفصال الجنوب وفصل السودان وكذا لا بأس، ولكنه يتمسك بهذا الأمر جدا. بعد الثورة الآن هو ماطل كثير جدا في المطلب الرئيسي اللي كان موجود اللي هو هيكلة جهاز الأمن وإنشاء جهاز أمن يتبع لوزارة الداخلية. نعم. ماطل في الأمر ده كثير جدا، لأنه هذه العصا القليظة التي يتمكن بها على الشعب وعلى الشارع. نعم. ولذلك الآن أول ما حانت الفرصة بعد الانقلاب الآن عاد نفس الممارسات السابقة الكالحة. نعم. بنفس الشكل، وهذا إنذار بأنه عاد النظام القديم بكل أوجهه بكل تفاصيله. نعم. وهذا لا يؤثر على الشعب السوداني، لأنه الشعب السوداني حينما خرج في ديسمبر 2018 كان هذا الجهاز يمتلك كل هذه السلطات، ولكن بالرغم من ذلك لم يستطيع أن يفعل شيئا. نعم مهندس دكتور عبد السلام، يعني يمكن مهندس عبد الرحيم ذكر أنه عودة يعني هذه الصلاحيات لجهاز الأمن تنذر بأن هناك تواجد للحركة الإسلامية داخل المنظومة الأمنية أو داخل القمع الذي يحدث حاليا، يعني الحركة الإسلامية لها دور في ذلك، هل هذا إنذار بعودة النظام البائد؟ ده صحيح طبعا، ده صحيح، ودي انتكاسة كبيرة للثورة بالمناسبة، انتكاسة كبرى يعني. وبعدين ده أنا أعتبره أنه اتفاق البرهان حمدوك قد انتهى، لأنه اتفاق حمدوك البرهان
الاتفاق الثنائي يعني الجزء دي فيه كان واضح جدا جدا أنه خروج المعتقلين، عدم التعرض للتظاهرات السلمية، عدم القتل والسحل وما إلى ذلك. عبد الله حمدوك تحدث أن سبب عودته لرئاسة مجلس الوزراء هي عدم ذهاب السودان للانزلاق إلى الهاوية وإيقاف نزيف الدم. هذا هو. هل هذا تحقق حتى الآن؟ لم يتحقق، بل العكس تحقق الآن. وأنا أرى يعني أرى أنه يعني حصلت انتكاسة كبيرة عن ما حدث مباشرة ما بعد الاتفاق حمدوك البرهان. كان في هدوء في الشارع، وكان في يعني المليونيات كانت بتسير، ما كان في تعرض بهذا القمع بهذا المستوى. وبما أنها وصلت إلى هذا المستوى بيعني أنه عبد الله حمدوك والبرهان بدوا في يعني في 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 التباعد من بعض، والاتفاقية تعتبر الآن بعد هذا اليوم أنها غير قائمة. نعم مهندس عبد الرحيم. دكتور عبد الله حمدوك، تحدث دكتور عثمان أن هناك كان اتفاق لعودته 21 نوفمبر، الاتفاق الموقع الإعلان السياسي شمله بنود، هذه البنود لم تحقق منها الإفراج عن المعتقلين، ولكن القمع والإفراط في القمع يعني يمكن حماية المتظاهرين، تحدث عن عدم الانزلاق للهاوية، تحدث دكتور حمدوك عن أنه إيقاف نزيف الدم. ما موقف دكتور عبد الله حمدوك بعد التلويح مرتين بالاستقالة؟ كيف سيكون موقفه بعد 30 من ديسمبر؟ هو ممكن يكون هذا نوع من الضغط حتى على عبد الله حمدوك، يعني بأنه أنت اتفقت معاه واتفقت معنا على حفظ دماء السودانيين وإطلاق سراح المعتقلين، ونحن الآن بنرجع للاعتقال نفسه ونرجع لسفك الدماء وكذا. فأنت أمام الآن أمام الدكتور عبد الله حمدوك أمام موقف أخلاقي اتخذت في ظرف صعب جدا، فإنه لا يستطيع الاستمرار، ومبررات اتفاقه اللي قاله بنفسه الآن انتفت، نفاها الطرف الآخر، زي ما نفى قبل كده التزامه مع قوى الحرية والتغيير، وما هو أساسا في الأصل كان موقع اتفاق مع قوى الحرية والتغيير ووثيقة دستورية وكذا، فانقض عليها وانقض قبل ذلك أثناء فض الاعتصام على اتفاقه هذا الجزء المكون العسكري، انقض على في فترة فض الاعتصام، وكذلك انقض على الوثيقة الدستورية وعلى شريكه، وما غريب أبدا إنه الآن ينقض على اتفاقه مع دكتور عبد الله حمدوك. فهو الآن في موقف أخلاقي يحتم عليه الابتعاد عن الاتفاق وتوضيح الحقائق للشعب السوداني فيما يخص الاتفاق، لأنه الاتفاق نفسه هو غير واضح بصورة كويسة وغير مكتمل وغير كذا، فهو ما أظن عنده ما يبرر بعد كذا بعد القتل وكذا، إلا إذا كانوا هم يريدون إبعاده من أجل مزيد من الضرب ومزيد من القهر وكذا. وهنالك إشارات كذلك، لأنه اليوم بدأ فيه ضرب حتى لبعض الأجهزة الإعلامية ومقراتها ومراسلينها وكذا، ويمكن ده أمر خطير جدا، وبيشير لأنه في نوايا غير حسنة تجاه الأمر، حتى أنك تجتهد في أنك تخفي الشهود اللي هم الإعلاميين، فده أمر ينذر بالسوء يعني. هناك قفل الانترنت وكذلك قفل الانترنت وكذلك الإعلاميين، هذا هو نعم. يعني نوع من التكتيم على ما يحدث داخل السودان. نسأل الله اللطف بأهلنا في السودان. دكتور عثمان، في حال يعني أكيد حيكون هناك موقف لدكتور عبد الله حمدوك بعد مليونية اليوم، أكيد هناك الآن مشاورات تجرى، لأنه في المرتين السابقتين لوح بالاستقالة وخرجت هذه التلويحات ل وسائل الإعلام حتى العالمية، لكن في ظل هذه التأزم في الموقف، في حال استقالة دكتور عبد الله حمدوك فعليا، كيف ممكن تكون القراءة للمشهد؟ المشهد معقد جدا يا أستاذ عاصم. نعم. معقد جدا. أول حاجة خليني أنا أضيف لما السؤال السابق. نعم. أن الحركة الإسلامية عادت أم لم تعد؟ نعم. الحركة الإسلامية بكامل قواها الآن، بكامل قواه بكامل الستاف بتاعه الأمني. نعم. والأمن الشعبي والكتائب الظل. نعم. وغيرها هي التي تدير المشهد الآن. نعم. مع الميليشيات القادمة، الميليشيات اللي هي الموقع على أو الموقع الآن مع البرهان يعني. نعم. أو المؤيدة للانقلاب.
الدكتور عبد الله حمدوك والمشهد الآن يعني في غاية من التعقيد، لأن الإصرار على الاستمرار في 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 الانقلاب بهذه الصورة وبهذه البشاعة وبهذه القوة واستعمال القوة المفرطة ضد السلميين وضد كل القوة الشعبية الآن، يعني سوف يولد موقف يعني صعب جدا بالنسبة للمشهد السياسي. نعم. واحتقان يعني كبير جدا جدا. نعم مهندس عبد الرحيم، نظل في النقطة الخاصة بالدكتور عبد الله حمدوك الآن، يمكن يعني إذا كان هناك مرتين فإن الثالثة ثابتة، المؤشرات كلها تؤدي إلى أنه الدكتور عبد الله حمدوك ذاهب للاستقالة كما ذكرت في مداخلتك السابقة، يعني احتمال أنه هو يقاد لهذا لهذه الاستقالة، لكن في حال خروج عبد الله حمدوك سيتأزم المشهد بشكل كبير، باعتبار عبد الله حمدوك كان يحفظ بعض من التوازن، حفظ ما الوجه لوجوده. ذكر دكتور عثمان أن الحركة الإسلامية هي من تدير المشهد حاليا من خلال كتائب الظل، من خلال الأمن الشعبي، إذن هناك تعقيد أزيد سيصبح في المرحلة المقبلة، كيف تقرأ المشهد؟ أكيد في تعقيد أزيد، وهذا بيرمي بثقل كبير جدا على القوى السياسية السودانية وعلى الشارع السوداني وعلى ليان المقاومة وعلى غيره في أنها تسرع بإنجاز تحالف سياسي، تحالف واسع وبرنامج متفق عليه لإدارة المرحلة القادمة ولمخاطبة العالم. الآن العالم الخارجي إذا كان في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ولا المتحدة أو غيره، لا يوجد جسم واضح يمثل الثورة السودانية الآن في تواصل معه لمخاطبته وللاتفاق معه على كيفية الانتقال للمرحلة التالية حتى يتم انتقال آمن بدون مشاكل أمنية وكذا، خصوصا أنه في سيولة أمنية عالية جدا في السودان الآن، وكذلك في عدد كبير جدا من الحركات المسلحة وفي جيوش كثيرة جدا في السودان، فالأمر ده محتاج لجسم ما يتم التوافق عليه وفق برنامج محدد وبرنامج سياسي يخاطب كل المشاكل الموجودة الآن حتى يستطيع المجتمع الدولي التعامل معه، حتى كذلك المجتمع الداخلي السوداني والمجتمع الإقليمي التعامل معه وفهم رؤيته للمرحلة القادمة. الأمر ده بيرمي أعباء كبيرة جدا على القوى السياسية، ولا بد من أنها تستعجل جدا في الأمر ده، لأنه استغالة حمدوك بقت مسألة تاعت زمن، إذا لم يحصل يعني اختراق في برنامج ما في محاولة ما من قبل دول الإقليم، لأنها هي كلها متأثرة وتخاف جدا من الانفلات الانفلات اللي يحصل في السودان. دكتور عثمان حمد النير، القوى السياسية هل يمكن أن تلعب دور في هذا التوقيت تحديدا من أجل البحث عن خروج لحل آمن للأزمة؟ أيوة بالضرورة طبعا، أنا أعتقد أنه قوى الحرية والتغيير، توسيع قوى الحرية والتغيير لتشمل بقية الجهات السياسية الفاعلة وفتح الباب للمزيد من قوى الشعب للانضمام للتحالف الكبير قوى الحرية والتغيير. يمكن مهندس عبد الرحيم ذكر أنه ضرورة وجود تحالف سياسي جديد، يعني هل بالإمكان أنه تحدثنا كثيرا عن توسيع الحرية والتغيير إتاحة الفرصة، هل يمكن أن نأتي بشكل آخر بتحالف بشكل مختلف يجابه المرحلة تكاد تكون قحط كانت مرحلتها بعد ديسمبر 2018، الآن المرحلة مختلفة؟ أي صحيح، أنا بس المسميات ممكن تختلف يعني، لكن في نهاية الأمر أنه يكون في تجمع معارض كبير أو تجمع يعني يشمل كافة قوى الثورة اللي هو من الأحزاب، من لجان المقاومة، من التجمع المهنيين، من النقابات، من الطرق الصوفية، من يعني جميع الفعاليات، من الكفاح يعني حركات الكفاح المسلح التي لم توقع مع البرهان، فدي التجمع ده يمكن أن يقود الفترة القادمة. نعم، هل بالإمكان مهندس عبد الرحيم أن نأتي بتحالف، أن يكون هناك تحالف جديد معارض مدني دعني أسميه يستطيع مجابهة ما يحدث في السودان الآن في ظل هذه الظروف المعقدة، حتى هذا التحالف بإمكانه أن يتكون في ظل هذه الظروف؟
أنا أعتقد الإشكال ما في تكوين التحالف. ماذا نريد من التحالف؟ أساسا كان عندنا تحالف ووقع وثيقة دستورية ولم يستطع إكمال هياكل الحكم في السودان، لأنه لو كان استطاع تكوين المجلس التشريعي كان قدرنا نعدل في الوثيقة الدستورية وكان قدرنا نعمل كنترول على الحاصل ده كله، ولكن فشل التحالف السابق حتى في تكوين مفوضيات، في تكوين مجلس تشريعي، في كذا، إكمال هياكل السلطة. إكمال هياكل السلطة. الآن إذا عملنا ثاني هيكل جديد أو تحالف جديد وما فيه معالجة لأخطاء الماضي، في لماذا لم يكون المجلس التشريعي ولماذا لم تكون المفوضيات، أسباب المشاكل واقتراحات حلول، وعندنا كذلك مشكلة ثالثة هي تكوين هياكل السلطة وإعادة هيكلة القوات الأمنية كلها بما فيها ما نتحدث عنه قبل قليل من إعادة السلطات القبض والاعتقال وكذا لجهاز الأمن، فالمسائل دي كلها عندها علاقة بالمفوضيات، عندها علاقة بتكوين المفوضيات، عندها علاقة بالمجلس التشريعي، يعني لو موجود مجلس تشريعي المسألة دي هي من جزء من سلطاته. فعليه قبل تكوين ما نصب إليه من جسم، من تحالف عريض سميه ما شئت، علينا الاتفاق على هذه النقاط الجوهرية. كيفية؟ أولا قبل الاتفاق على النقاط لا بد لقحط قوى الحرية والتغيير بتكوين السابق من تقديم نقد ذاتي لتجربته عشان نعرف ما هي أخطاء، نعرف الأخطاء، نشخصها، نصل لحلول لها، ومش بغرض التشفي أو بغرض النقد أو بغرض كذا، بغرض تعديل الأخطاء لكن السابقة. لكن المشهد السياسي متسارع متزايد، هل هناك وقت لكل هذا؟ لا بد من ذلك. إذا 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 دخلنا في تحالف جديد، إذا دخلت القوى السياسية في تحالف جديد ولم تقتل أسباب التي أدت أسباب الفشل بحثاً، ويمكن أن تحدث نفس المشاكل مرة أخرى وتؤدي إلى فشل آخر. نتأخر يومين، ثلاثة أيام، أسبوع، شهر، ما في إشكال، ولكن يجب أن ندخل التجربة الجديدة بشكل أفضل في بإجابات واضحة، مش المسائل يخلوها للأيام القادمة أو لتصاريف الأيام، ولكن يجب الاتفاق كيف يكون المجلس التشريعي، ما هي اختصاصات المجلس التشريعي، برنامجه العملي، كيفية تكوين المفوضيات، كل الأمور دي لا بد من الاتفاق عليها من حيث المبدأ فيما يخص الجيش، فيما يخص الخدمة المدنية، فيما يخص كل شيء. فالآن المبادرات اللي بدأت تطرح عيب الأساسي إنها ما زالت تتكلم في المجمل ولم تتحدث في التفاصيل وتحدثك عن ولم تضع أيضا آليات للحل. نعم، يعني تحدثنا هناك ضرورة مشكلة، ما هي آليات حل؟ يعني هذه كل مشكلة غير كل موجودة. كل المبادرات اللي أنا غايت ومريت عليها تحدث عن ضرورة الإسراع بتكوين المجلس التشريعي. طيب النص ده موجود له 3 سنين ولم يتكون. ولم يتكون. لماذا لم يتكون؟ هذه هي يمكن واحدة من المبادرات اليوم، يعني ها وخارطة الطريق التي أطلقها حزب الأمة سيكون لها محورنا الأخير في حلقتنا لهذه الليلة. ولكن مشاهدين الأعزاء قبل ذلك، يعني يمكن إعادة سلطة الاعتقال والحصانة لجهاز المخابرات، هذا ما كان عليه في السابق، والتخوف من القمع المفرط واستخدام العنف في التظاهرات نتيجة لإعادة هذه السلطات الاعتقال والحصانة. عددنا هذا التقرير، نذهب للتقرير ثم نعود إليكم لاحقا. إذن مشاهدينا الأعزاء بكم مرة أخرى، ومرحبا بضيوفي على الاستوديو. قبل أن نذهب إلى المحور الثالث دكتور عثمان، يمكن مهندس عبد الرحيم قبل التقرير ذهب إلى أن فشل قحط ونقد الذاتي لقحط، هل تعتبر أن قحط هي يعني يمكن سبب رئيسي في ما نحن فيه الآن، وهم سبب الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر وفقدان الفترة المدنية؟ أنا أعتقد أنه قحط لها يعني أخطاء
وهم أقروا بهذه الأخطاء يعني. ولكن الأخطاء أنا أعتبر أنه مقارنة بالجهة العسكرية الأخطاء أقل كثير جدا جدا من أخطاء المجلس العسكري. المجلس العسكري أو المجلس السيادة أو الجيش نفسه عنده أشياء كثيرة كان مفروض يعملها. رقم واحد أنه مفروض توحيد، أول حاجة إكمال اتفاقية جوبا، من إكمال اتفاقية جوبا أن جميع الحركات بما في ذلك الدعم السريع أن يكون جيش واحد ذو عقيدة وطنية، لم يحدث. حفظ الأمن في داخل السودان لم يحدث. حصلت أشياء كثيرة جدا داخل الخرطوم لم يحدث، لأنه الأمن اللي هو وزارة الداخلية وزارة تابعة إلى المكون العسكري، فلم يحدث. تم إغلاق ميناء بورسودان، الميناء الرئيسي للسودان وخنق السودان، لم يحدث. من هذا هو وظيفة المجلس العسكري، قحط لم تفعل شيئا. هم بذروا بذرة هذا الانقلاب منذ توقيعهم لهذا الاتفاق. نعم. إذن مشاهدينا الأعزاء، من جانب آخر حزب الأمة القومي قدم مبادرة أو خارطة الطريق لحل هذه الأزمة عبر مؤتمر صحفي قبل يومين. هذه المبادرة يعني يمكن واحدة من المبادرات السياسية القليلة في هذا التوقيت تحديدا الذي فيه العديد من في احتقان سياسي في المشهد وانسداد في الأفق. هذه الخارطة الطريق التي قدمها حزب الأمة للحل كما تحدث يمكن ضيفنا مهندس عبد الرحيم أنها تشمل العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة، لكن ينقص هذه المبادرات هذه التفاصيل والآليات التي تعمل على تحقيقها. من أجل ذلك أيضا قابل وفد من حزب الأمة القومي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة من أجل شرح خارطة الطريق، ووعد الفريق عبد الفتاح بأنه سيطلع على هذه الخارطة. ولكن في ظل هذا الموقف، هذا الانسداد في الأفق، ما مصير هذه المبادرة خصوصا بعد 30 ديسمبر؟ مهندس عبد الرحيم، يمكن بعد اليوم مبادرة حزب الأمة فيها يمكن بنود عديدة جدا، لكن من أهم بنودها هي ضرورة وجود حوار برعاية المجتمع الدولي وبضمانات دولية. أتى بعد ذلك التفاصيل التي يمكن أن يعني يمكن تشملها هذا الحوار. بشكل عام رأيك على المبادرة؟ والله هي بصورة عامة هي نعم. فيها هو طبعا ده الواجب على كل القوى السياسية، هي بصفتها السياسية هنا مفروض تقدم المبادرات وتطرحها على الشعب السوداني للإضافة وللحزب وللتجويد من أجل الوصول لصيغة لتجمع سياسي أو هو حرية وتغيير أو جديدة. نعم. تحالف جديد أيا كان. نعم. فده أمر ضروري جدا، ولكن أنا ما كنت أتخيل أنه يقدم للبرهان تحديدا. نعم. لأنه هو أساسا في عنوانه في 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 الدباجة الرئيسية هو مقدم للقوى السياسية. نعم. حتى تحدث عن أن ما حدث في 25 نعم. أكتوبر هو انقلاب، وتحدث عن أن نعم. أو الخرق الذي حدث للوثيقة الدستورية وكل هذا، لكن قيادة حزب الأمة اعتبرت توجهها للبرهان وتقديمها للبرهان أنها تريد التواصل مع جميع الشركاء، دعني أسميهم جميع المتواجدين في المشهد. أكيد أكيد. نعم. أكيد. ولكن في النهاية هو ده حيطلع كاتفاق سياسي أو كتجمع سياسي حلف سياسي. هل الجيش أو القوى العسكرية هي جزء من الحلف السياسي؟ هذا أمر أنا بعتقد أنه أمر خطير جداً في أنه يكون الجيش عنده سيف العملية السياسية ومن داخله كذلك أيضاً. يمكن أن يناقش فيما يخص ترتيبات أمنية، ترتيبات عسكرية، وزارة الدفاع، مجهود أمني، إعادة دمج القوات، كذا كذا. هذا كله أمر مهم جداً يناقش فيه، ولكن مسألة هذه مفروض تكون في إطار القوى السياسية حتى تتفق هي وتمشي للجيش. لأنه أساساً إحنا الآن في السودان عندنا قوتين، عندنا اتجاهين. نعم. عندنا اتجاه نحو التحول المدني الديمقراطي. نعم. وعندنا اتجاه نحو الحكم العسكري. نعم. لكن مداخلة قبل النقطة دي قبل ما تسترسل فيها. نعم. هناك كان حديث أن الفريق عبد الفتاح البرهان هو من طلب من حزب الأمة يقدم له المبادرة ليطلع عليها.
كمخرج، اعتبرها كمخرج أو كحل الأزمة، لأن هناك هو الآن أيضا يبحث عن مخرج كحل. أنا أعتقد هذا هو الإشكال. يعني إذا افترضنا الآن تم رفض المبادرة من القوى السياسية الأخرى أو عليهم عليها تحفظات أو تعديلات وقبلها البرهان، نفترض، فهنا حيكون موقف حزب الأمة إنه هو والبرهان في اتجاه والقوى السياسية الأخرى في اتجاه آخر، خصوصا وإنه بدأت بعض الأصوات تطلع من حزب الأمة نفسه في إنه هي رافضة للفكرة دي، في فكرة إنه يقدم الأمر مباشرة للبرهان. فكان الأولى ترتيب البيت المدني من الداخل قبل التفاوض مع الجانب العسكري، لأنه سياسيا ممكن البرهان والجيش يقبل المبادرة دي لشق الصف المدني وممكن تكون فيها إشكاليات أخرى. فكان الأوفق، أنا لا أرفض الأمر جملة أو تفصيلا، ولكن كان الأوفق أنه تقدم للقوى السياسية والتيارات المدنية ويحصل إجماع أو تعديل أو إبداء رأي أو آراء حولها، وبعد كده تقدم بصيغة جماعية بتكون هي باسم التحالف باسم الكذا، فبتكون عندها وقع أكثر وبتكون عندها الدعم الدولي والدعم الإقليمي والدعم الشعبي حتى، لأنه بيكون في تيارات مختلفة يعني داخل داخل هذه المبادرة ومن يقودون هذه المبادرة. أيوة، غير كده زي ما قلت أنا في الأول تنقص الكلام اللي أنا قلته في إنه ما فيها تفاصيل حتى خارطة. كان هناك حديث عن المجلس التشريعي داخل المبادرة، حديث عن المفوضيات، حديث عن نفس عناوين لكل المشاكل، ولكن كيفية الحل هذا هو الناقص في الأمر ده. فلذلك يمكن أن يقبلها الجانب العسكري على علات الحالية ويبدأ في المماطلة لكرة أخرى كما حدث في الماضي، نفس السيناريو، عادة نفس السيناريو من جديد. خصوصا وانه الدكتور عثمان بيجزم انه اساسا هم مبيتين النيه من الاول خالص، فاديناهم الفرصه في المره الاولى، فما مفروض يكون في القوى المدنيه تدي فرصه ثاني لمماطله او لكذا عشان يحصل نفس جميل. دكتور عثمان، نفس الاطار مبادره في هذا التوقيت تحديدا، حزب الامه حزب كبير جماهيري يمارس دوره السياسي الان، و لكن يمكن دكتور مهندس عبد الرحيم ذكر انه يعني التسرع في يعني طرح المبادره على البرهان كان اولى القوى المدنيه. بشكل عام رايك في المبادره، هل يمكن ان تقدم حل؟ والله طبعا حزب كبير وحزب محترم وحزب وطني، يعني حزب وطني، وحزب الامه بيقع بين الاحزاب اليمينيه والأحزاب اليسارية، يقع في النص، ومقبول طبعا من الجماهير بشكل كبير يعني، وحكم البلد يعني لفترات يعني غير قليلة يعني، وعنده طبعا يعني إسهامات كثيرة في الاستقلال وفي أشياء زي دي. وأنا أعتقد أنه أصلا حل المشكلة في نهاية الأمر لازم يأتي بالحوار يعني، وتجمع المبادرات إذا كان من حزب الأمة أو من غير حزب الأمة هو الطريق الوحيد إلى 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 الخروج من هذه الأزمة، لأنه يا إما الأزمة تدار بالحوار يا إما الأزمة تدار بالقمع. فإذا نحن أدرنا الأزمة بالقمع فالطريق حيكون طريق الشمولية، وحيكون حكم عسكري وحكم يعني قاسي، ونرجع إلى ما قبل 2019. أما طريق الحوار فهو الطريق الوحيد. وحزب الأمة أنا أعتقد أتكلم عن نقطة واحدة، أنه الرجوع إلى الوثيقة الدستورية، فمجرد الرجوع إلى الوثيقة الدستورية تلقائيا بيلغي يعني الأحكام العرفية، بيلغي الأحكام الطوارئ، وبيلغي الانقلاب تلقائيا، والرجوع لكل المرجعيات الدستورية. فأنت إذا رجعت إلى الوثيقة الدستورية تلقائيا يعني نحن نؤيد الرجوع إلى الوثيقة الدستورية. ولكن يعني أنا بقول في مجمل الموضوع أنه المسألة الصراع ليس على يعني ليس على الرجوع إلى الوثيقة الدستورية، الصراع أنه في ناس ماسكين مفاصل الدولة اللي هي من ثروات ومن مفاصل الدولة من قوى الأمن والجيش والدعم السريع، ولا يريدون الرجوع إلى الوثيقة الدستورية ولا يريدون الرجوع إلى الحكم المدني، فهذا هنا مربط الفرس. تحدث دكتور عثمان عن الحوار
كجزء أساسي لحل المشكلة. إذا اعتبرنا أن هناك انسداد في الأفق وما إلى آخره، لكن الحوار يكاد جزء، لكن الشارع في نفس التوقيت يرى أنه لا حوار لا مساومة لا تفاوض. يعني يمكن حزب الأمة الآن قدم مبادرة، هناك حتى قلت الحرية والتغيير لها رؤية سياسية قدمتها، لجان المقاومة لها أيضا طرح. هل بالإمكان أن يكون هناك شكل من أشكال الحوار لفتح، دعني يعني ضوء فيها في هذا النفق المظلم، أن يكون هناك بعض من الحوار؟ طبعا تحدثت المبادرة عن وجود ضامن دولي. في السابق في الوثيقة الدستورية كان هناك ضامن دولي، كان هناك تواجد للمجتمع الدولي وخرقت الوثيقة. يعني يمكن الكرت المجتمع الدولي هل سيظل كرت رابح لابتدار الحوار من جديد؟ ونشوف في مسألة لا حوار لا مساومة لا تفاوض دي، من المقصود بعدم الحوار؟ المقصود هو الجانب العسكري، ولكن الآن إلى الآن نحن ما وصلنا مرحلة الحوار مع الجانب العسكري. نحن ما زال الشعب السوداني في مرحلة الحوار الداخلي، لم تتفق والحرية والتغيير مع ليان المقاومة مع منظمات المجتمع المدني مع غيره. نحن ما زلنا في هذه المرحلة من الحوار، وهذه ضرورية جدا الآن، وما عندنا غيرها، ما في سبيل غير الحوار من أجل الوصول لبرنامج مشترك. إذا وصلنا لبرنامج مشترك بتفاصيله نستطيع بعد ذلك بدعم المجتمع الدولي، ونستطيع أيضا بأمر مهم جدا بأنه لا بد من أنه تكون في ثلاثة سلطات. يعني أي اتفاق توصل له القوى السياسية فيما بينها لازم يؤكد مسألة السلطة الثالثة، السلطة التشريعية، لأنها هي الحكم في تنازع السلطات اللي حصل في السابق ما بين المكون العسكري والمكون المدني والحكومة التنفيذية والجزء السيادي. فنحن لما يكون عندنا الجزء الثالث ده بيكون عندنا سلطتين مدنيتين، سلطة تختص بالتشريع وسلطة تختص بالتنفيذ. فبعد كده الأمر السيادي أمر مقدور عليه، بالإضافة لأنه هو يستطيع يعمل الهيكل المطلوبة، يعمل السيطرة على أجهزة الدولة وكل القوانين وكل التعديلات المطلوبة. فده الأمر المهم جدا اللي ينبغي الحوار حوله والاتفاق حوله، لأنه أنا يعني مركز كده في أنه مشكلتنا الأساسية كانت في السلطة الثالثة وغيابة وعدم الاتفاق حوله، ما حول آلية تكوينه والاستفادة من أجل هذا الحوار الذي ذكرته، حوار ما بين الأحزاب، لجان المقاومة، قوى الثورية. في ظل يمكن الآن هناك حالة استقطاب موجودة في الشارع، هناك شيطنة للأحزاب السياسية. يعني يمكن هناك الكثيرين يتحدثون أنه من الصعب بمكان في هذا التوقيت تحديدا هذا الحوار الذي ذكرته وطريقته. هو طبعا الشيطنة هي جزء من استراتيجية الدولة العميقة، شيطنة الأحزاب. يعني نحن كل الشعب السوداني ده قام بالثورة دي من أجل تحول مدني ديمقراطي. فمجرد ما نذكر ديمقراطي دي معناه في مواعين للوصول إلى الديمقراطية، وهي القوى السياسية، يعني هي الأحزاب. فكيف أنت بتشيطن الأحزاب وتدعي إنك تسير نحو التحول المدني الديمقراطي؟ انت مجرد ما شيطن الاحزاب. الغريب في الامر انه المؤتمر الوطني كان بيقول الكلام ده وهو حزب، ويشيطن الاحزاب، ولا للاحزاب ولا للحزبيه ولا كذا. فده امر معروف بالنسبه لنا نحن، هو بالنسبه للشعب السوداني كله، انه من مميزاته دي. الميزه الثانيه اللي ممكن اقول، الميزه اللي قلتها في الاول اللي هي سلطات الامن وكذا والكبت والرعب وكذا، يمكن الميزه الثانيه اللي هي شيطنته للاحزاب، لانه هو في الاصل ما عايز تحول مدني ديمقراطي. فقوه الاحزاب او نشوءها او تنظيمها او كذا هو ضد اهدافه العليا. نحن اهدافنا العليا في الوصول، اذا كان من يدعون شيطنه الاحزاب يقولون ان هذه الاحزاب غير جيده، علينا تكوين أحزاب جديدة، وعليكم تكوين أحزاب جديدة حتى في لجان المقاومة أو غيرها. ولكن هذه المواعين الوسطت لها البشرية لكيفية تداول السلم للسلطة. والسودان أيضا ليس جديد على مستوى هذه المكونات السياسية والمنظومات السياسية، هناك خبرة كافية في ذلك الأمر، لكن هذه الشيطنة هي التي أدت إلى
وضع او صوره الاحزاب بهذا الشكل. نعم. بما يتعلق بالاحزاب السياسيه، هل يمكن ان نرى في القريب العاجل في ظل هذه الظروف، في كل فتره من مراحل يمكن الصراع من مراحل استعادة الديمقراطية والشرعية، كان هناك العديد من التحالفات، يعني الجبهة الوطنية، تجمع الوطن الديمقراطي، نداء السودان، الإجماع الوطني، وصولا لأكبر تحالف قحط. هذه المرحلة تحديدا محتاجة أيضا إلى وحدة، يعني أسميها بغض النظر عن المسمى، وحدة للقوى السياسية. هل يمكن أن نشاهد ذلك قريبا؟ طبعا من المؤكد نشاهد ذلك. نعم. من المؤكد، لأنه السودان أصبح معسكرين. نعم. المعسكر الأول اللي هو الشعب بمكوناته، جميع مكوناته، إذا كان حزبية أو نقابية أو يعني أحزاب وطنية، إذا كان كفاح مسلح لم توقع أي اتفاقيات، ده جزء. الجزء الثاني اللي هو يعني اللي هو الناس المسيطرين، من يدافعون عن من يدافع عن عدم جدوى المدنية. أيوة، اللي هو العهد البائد، المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى المستفيدين من ثروات البلد ونهب ثروات البلد، اللي هم المسيطرين على مناجم الذهب من قوات الدعم السريع، المسيطرين على اللي هو التصنيع الحربي. يعني انت عارف انه 80% من 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 ثروات السودان تدار بعده اشخاص، من عده الاف اللي هم تابعين للجيش وتابعين للدعم. يعني لديهم مصالح عديده جدا في عدم تواجد الدوله المدنيه. هذا هو اصل الصراع. اذا لابد للمعسكر الاول ان ينظم نفسه ويرتب نفسه. ايوه هم لا يريدون يعني تسليم السلطه لشخص اخر، يعني يرجع هذه الى الدوله السودانيه. نعم، اذا الوقت بداهمنا، لكن ايضا كان هناك حديث في الايام السابقه مهندس عبد الرحيم، تحديدا من مجلس السياده هذه المره، حول اللجوء لانتخابات مبكره كحل. هذه الميزه الثالثه للانظمه الشموليه، غير الاعتقال وغير ما تحدثنا عنه عن سيطره الاحزاب. نعم. هي الان يمكن ان احنا مرينا بثلاثه فترات انتقاليه، فترتين حصلت فيهم الانتخابات مبكره جدا خلال سنه من قيام الثوره، وكانت النتيجة أنه دائما بيعود النظام السابق ديمقراطيا، لأنه هو مسيطر على هو من يقيم هذه الانتخابات وهو ما زال مسيطر على مفاصل الدولة. نعم. انتبهت القوى السياسية الآن في ثورة ديسمبر وطالبت بفترة انتقالية طويلة، ولكن لأنهم هم عارفين إذا استمرت الفترة الانتقالية لمدة، كلما استمرت الفترة الانتقالية لمدة أطول من سنة، فهذا يعني إنه خسارتهم لمراكزهم داخل الدولة وداخل أجهزة الدولة وداخل الخدمة المدنية وداخل الشرطة وغيرها هتتفكك. نعم. ولذلك هم ضد التفكيك جدا، وهم مستعجلين لإقامة انتخابات مبكرة، لأنهم ما زالوا يمتلكوا المال ويمتلكوا الموظفين الدولة وكذا، فلذلك هم براهنوا على الانتخابات. كل ما ذكر من وثائق وإعلان سياسي وغيره ناشد بأنه أو ذكر بشكل واضح وصريح أنه لا توجد مشاركة لنظام المؤتمر الوطني وكل من شاركه. دقيقة، ما هو نظام المؤتمر الوطني عنده أشكال أخرى كثيرة. نعم. يستطيع يدخل. شكرا من خلاله مهندس عبد الرحيم حامد. شكرا لك مهندس عبد الرحيم حامد على تواجدك معنا لحلقتنا لهذه الليلة، والشكر أيضا موصول للدكتور عثمان حمد النيل. إذن مشاهدينا الأعزاء، هكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم مع الحدث. نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.